السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم العصير تاع المشمش. ها هو المشمش امامنا. انا خديت كيلو تاع المشمش، غسلته، نحيت له العلفه تاعو. ها هو امامنا. نستحق معاه كاس تاع السكر، الكاس عادي هذا اللي في 240 مليلتر، وليتره تاع الماء. اذا واش ندير؟ نحكم هذاك المشمش تاعي، نديرو في ريتله تاع الماء، هذا نديرو كامل، ندير عليه هذاك الكاس تاع السكر، ونحطو على النار قليله يغلي. غير تصيبي المشمش تاعك طاب، يعني تدخلي فيه الموس تصيبيه طري، نطفي عليه. يعني راح نشوف، نحسب لكم الوقت، لانه ماشي مره نحسب الوقت، لكن اليوم راح نحسب لكم الوقت، نشوف شحال ياخذ لنا بالضبط، ونعاود نرجع لكم. اذا هنا انا دالي الوقت حوالي ربع ساعه، النار قليله ما تكونش قويه. كما رانا نشوفوا المستوى تاع الماء ما هبطناش، والمشمش تاعكم تحسوه انه طاب كما رانا نشوفوا. راح نطفي عليه ونخليه حتى يبرد تماما باش نطحنه. اذا نطفي عليه ونخلوه يبرد، ونعاود نرجع لكم فيما بعد. اذا هذاك المشمش تاعي مع معطب وبرد لي، يعني دافي ماشي بارد، دافي. المهم نمسو. واش ندلو؟ راح ندلو علبه تاع ياغورت ذوق المشمش، يعني نفس نفس المكون اللي درتو، ندلو نفس الذوق. الا ما صبتيش ديري ذوق فاني هكذا باش ما نبدلوش الذوق تاع الجو تاعنا. اذا ندلو ونطحن الكل بالبراميكسر، ولا عندك طاس تاع الجو احسن، طحنو في الطاس تاع الجو. اذا ها هو العصير تاعي بعد ما طحنتو. شوفوا الكثافه تاعو كيفاش تجي. هنا الا حسيتي انه خاثر بزاف زيدي له الماء، الا حسيتي انه حلو بزاف زيدي له الماء، الا حسيتي ناقص السكر زيدي له شويه سكر. هنا تتحكمي في الكثافه في الحلاوه تاع الجو تاعك. كيما انا هذا راح نزيد له شويه تاع الماء، انا ما نحبوش خاطر بزاف هكا، واللي تحبو خاطر تخليه، يعني نخليه يبرد، نعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا ها هو العصير تاعي، خلوه يبرد مليح. كيما وصيتكم نتوما تتحكموا في الكثافه تاعو، يعني يكون جاري ولا يكون عاقد ولا يكون حلو، ولا تنقصوا له الحلاوه على حساب الحلاوه ايضا تاع المشمش. كاين اللي يجي قارص، كاين اللي يجي حلو، انت تتحكمي فيه. في الاول ديري كاس، من بعد الا جاك ناقص تقدري تزيديلو، حتى الماء تقدري تزيديلو الماء. انا جاني خاثر هذه الكميه، عملت لي قريب 3 ريتلات تاع العصير. راح نفرغه امامكم باش تشوفوه. والله بنتو روعه، جربوه. ها هو العصير تاعنا هايل، يعني نجربوه في الليالي الرمضانيه ان شاء الله. راه جاي رمضان، يعني متاكده انه في نهار راح يخلص. جربوا هالوصفه اكيد راح تعجبكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.